وأخيرا استيقظت السلطانة حليمة. أيقظوا ذلك العجوز. ما الذي تريدونه؟ نريد الأوراق التي أخذتموها من سنغورتيكين. من أنت؟ وما هذا الذي تتحدث عنه؟ سلطان حليمة تحدثي ليعيش ولد أرطغرل. تحدثي وإلا جعلت هذا الملعون الذي في بطنك ينشطر إلى نصفين. نفذي ما يطلبه يا ابنتي، افعلي ما يريده لكي يبقى ولدك حيا. الأوراق ليست في الغرفة، في الإسطبل. إن كانت هذه كذبة ستموتين أنت والعجوز. انهضي انهضي، تحركي. لقد وضعتها هنا. هيا بسرعة يا ابنتي، بسرعة. هيا يا خيول، تحركوا بسرعة.